هي هيك هي هيك هي هيك هي هيك اسمع شوف هي هيك راح بيقولوا لك هي هيك مرة في الطيارة اجت قعدتي جنب واحد ياباني استلمني طول الطريق يو فلسطينيين اسم اسم مدام اسم اسم مدام هاريتو هاريتو يو تلمي تلمي مين انت الفلسطينية يو فلسطينيين تلمي شو يعني فلسطينيين فرفت لي روحي زهقني طول الطريق يس فلسطينيين تلمي فلسطينيين تلو اسمع اطلع من راسي مختصر المفيد الفلسطيني كائن حي يعني بني ادم زي زيك معروف ومحبوب دوليا ماكل هوا محليا فقير ماديا مدمر ومحطم عاطفيا تعبان يوميا مفلس شهريا هو مش مفلس هو معوش مصاري نهائيا محبط سياسيا ويقصف عمره لسه عايش لسه عايش يقصف عمره سفرت على السويد يحرك حريش سويد محلاه هذه كلها خضرة باي كيفة تطلعنا في الهايوي مع شوفير التاكسي شوفير التاكسي ساحب لا في مطبات ولا دوين ساحبين في هالهايوي في نص الطريق اللي هي ايه اللي هي أزمة زي أزمة كلانديا قلت حلو أكلنا هوا سألت الشوفير شو الموضوع قاعد بحكوش في السويد يا عمي شو فيه يا جماعة الخير طب ولا فيش حدا بزمر لا زمير ولا حكي فيش حدا راضي يحكي ولا حدا نازل من السيارة انزلت شو فيه يا عمي شو فيه يا جوزيف مالكو يا دانيال شو فيه يا عمي شو القصة شو فيه يا جماعة الخير ولا حدا رد علي يا ملعونة بهلكو شو بدنا نضل الصبح هنا النايت كلاب الكيت بسكر ضليت امشي اشوف شو الموضوع اللي هي شو بس فلعوصة يا توب شهرين عمره كان متكر بنص الشارع أم جاي ضايل إلا شرطة جاية ومكافحة الحيوانات جاية وحماية الحيوانات جاية وبرجيت باردو قاعد بتلطم ورئيس الوزراء بمزع بشعره ووزير الداخلية طلعت وزير الداخلية قلت له what the problem what the problem يا أخوي شو فيه شو المشكلة اللي بكلها بالفراجين زي ما انت شايف لوك دكات الكات مش راضية تتحرك من نص الشارع هذه مأساة وطنية يا أبو الفراجين مصيبة قلت له حلو لو سمحت يا شباب تركوني مع البس لحالي اخوان الشرطه تركوني معها لحالي بس 5 minutes اوكي تركونها لحالها قعدت معها قلت لها ولي بس على الطلاق لو انك في فلسطين مزعتك شلوت جبتك في جهنم بس هان في سويد بروح فيها مؤبد اسمعي انا شايف اديك ارنب محسوبك فلسطيني معاشه 1000 شيكل يعني 200 يورو وهالكيت بطل فيه معاش كامل صار ينزل بالتقسيط يعني بنزل 500 شيكل وبعدين 500 شيكل وان 100 يورو شايف الديك ارنب مولع معي اسمع يا بسي محسوبك ساحب مشوار على جسر أريحة في استراحة أريحة الدبان بكنا والحمامات تفحج وبعديها بنسحبها يا أخوي على يختي على ما عند الجسر عند اليهود غادي الشوب بكتنا 3 ساعات بنضلنا على الشريعة قاعدين في الباص بعديها بنروح على الأردنية بنشتري كروز دخان وبعديها بنسحب على المطار في المطار بنقعد 5 ساعات وبعديها بنسحب ترانزيت يعني شايف الديك أرنب عنا جدار الشمس بنشوفهاش في البلد بدك تروحي ولا أخذك معي على البلد اسحب طلعة ترول لي صفرة اطلع يا حبيبي تاكسي احمر اطلع طلعة شرطة اطلع يابا اطلع سيارة فورد بيجو طلعة اسحبوا شباب اكوي اطلع على الجزيرة شرطة اطلع على الجزيرة يلا اطلع سالكي اسحب اكوي طلعة شباب يلا الهاي واي اطلع ترول لي من عندك طلعة اكوي ايوه اسحب طلعة يلا شباب من عندك ايوه اطلع طلعة احلى اشي في الشباب الفلسطيني انهم كتير رومانسية بيجننوا في هذا في موضوع الحب والرومانسية عسل سكرة واصلين مراحل قاطعين شوط في هذا الموضوع نزار قباني بحطوه في جيبتهم الصغيرة اصلا هم اللي علموا امرؤ القيس شو يعني الحب فهموا عنتر وعلموه شو يعني الغزل 4 ساعات ماشي انا واللوح اللي جنبي في الشارع رايحين جايين ما حكاش ولا كلمة يا زلمة شو قصتك احكي لك كلمة مالك يا وائل قلنا 4 ساعات رايحين جايين احكي شي يا ابن الحلال بالعادي لسانك بربربر راديو بسكوتش مالك اليوم احكي لي اشي هيك على الاقل يعني يسرع دكات قلبي اخوكي ماشي ورانا الله يخرب بيتك ولا قلت لك احكي لي اشي يسرع دكات قلبي مش يوقفه
لا في الرومانسية هيك. احنا الفلسطينية بتروح على المطار زيك زي العالم يعني، بتسافر بتروح بتصف اللاين عند شرطة تعون الباسبورتات. اكسكيوز مي مدام، اعطيني الباسبور تاعي. اوكي اوه كنديان جود ويلكم ثانك يو. اللي بعده تعولا شوف الباسبور. او جيف مي الباسبور. اه فلعوز من الهند. اوه اوكي انديانز. اوكي ثانك يو. اللي بعده اعطيني باسبورك. تفضل استاذ ويلكم. شو هذا؟ ماي باسبور مالك؟ شو هذا؟ بنادي تاع الأمن على طول. روني كمون كم شوف شو هالبلوة. كمون بيجي روني. شو هذا؟ يحرك حريشه. شو هذا الدفتر؟ يا عمي هذا ماي باسبور فلسطيني اوثوريتي. شو فلسطيني اوثوريتي؟ شو هذا؟ بنادو مدير مكافحة الشغب. جوني كمون كمون بسرعة، جيب الكلب معك وتعال. شو في يا عمي؟ شو هذا؟ بيجي تاع الكلاب. شو هذا؟ والله عمره ما مر علي، والله عمري ما شفته. لو سمحتوا اللي على اللاين هذا يا شباب روحوا على الصف الثاني، لأنه أنا بدنا شغل أربعة أيام على الصف الثاني. مدام أنت يا أختي عجوز، غاد 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 على الصف الثاني بعينكو الله. سير أنت خليك على جنب، خلي الكلب عنده، خلي الكلب عنده. ببلشوا بيجيبوا تعون الأمن، تعون السماعات بيجوا عنديكو. ولكو شو هذا؟ شو هذا؟ دفتر رسم ولا شو هذا؟ كتاب تاريخ ولا كتاب انشاء؟ شو هذا؟ بيجوني تعولا جيبوه ماشي. شو هذا يا عمي؟ هذا الباسبور يا عمي. صح الفيزا عليه صح، يعني الفيزا فيه، هذه فيزا المانيا. بس شو هذا؟ هذا فلسطينيان اوثوريتي. ايه عندك بس هذا؟ لا في كمان هذا. شو هذا؟ هذا البطاقة الخضراء بطلع فيها عن الجسر، على جسر الأردن. أنت وان بيرسون معك تو هذا؟ في كمان هذا. استني شوية. في كمان هذا. شو هذا؟ وان بيرسون معاه تري جرين، تري أخضر مع واحد بيرسون، تري هذا؟ يا عمي تري هذا. ولك سكر الجسر، كلكم روحوا يا جماعة الخير، اليوم مسكر الجسر، روح جيب وحدة الدبابات والمكافحة، كلب شو؟ اطلع مدير المطار، شو في يا جماعة الخير؟ تري هذا مع واحد هذا؟ اجري اجري، دانييل، نجيب جوزيف واجري، بتطلع على مدير المطار، مدير المطار بيكون قاعد، بيقول لك شو هذا يا مستر إيمان؟ تري هذا مع هذا؟ اسمعوا لا، اطلعوا من مخي لكم ثلاث ساعات. شو هذا شو هذا؟ أنا يا عم هدول اللي معي، اطلعوا من مزاجي، والساعة في هذا. ولك شو هذا؟ هذا البطاقة الخضراء أربعة هذا ما هذا؟ والساعة في هذا. شو هذا؟ هذا التصريح فايف هذا مع واحد هذا. يلعن هذا. هي راح بيقولولك هي هي.